بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحن دوني مانتي انا كاب لو ان دور قضب وهريري هنا كسعود عن الدوني انا كسعوده انا كورمه وحن كورمه يا وحوي دور شدن حمر كسعودة دادلي لي هاي وحكا سعودان قبل وقوي وحوي يا رين وحن دوني كاب لو يوسف جراد هو مقعبي وكيل كبد عص وحدونا كان كهرلو نين عبد يوسف وشلتا هرنا وشيري شلتنا هذي ولا هوا حيل إن حول غموق من يسوع مالن أيا دوينا كهرلو وتروح ويا وأنا سيب دره ما أنت إنه دلكيني صدنا سنق عن تكوهيني الحمد لله رب العالمين إن ما أنت حمر ليلاه دورش كقريب جليان تذكر هي سو مالان وحن يشيء قبل وحن أيش شيء يليهن تذكر كاس على قبل وقوي وحوي وحي لهن كونتن تطبيق كونتن حلبان أو حال سكوا هيستاكس على قبل وقوي خرطة خلك هاتي وحوي وانت إسكو دو تجي كنت أتدوى على الشيء اللي هو حلمانه كمتشران حلمانه اللي هو كسعودان دول البهانتية والسنجلي وحيكو إيجي هنا قرى تذكى كوابت السداء عيسى إساقة يجد البرسية يعني قبوية أيوي اللي هو قوي قوي وقوي تذكى لك الشيء يعني عيسى وحلو قندري ولو قندري ماشى ليلا عرتا سقال حبنوت سقال كحبنوت بوا حمق عابا اسمعنا مرجيلي غبي هامك حمق عابا الرسول بعندك ما صلى قل هذا سد واحد شيء سديد بيلي إن شاء الله سوري عيسى تد سقال واحد صلى كذا بورسيا يقول إيه إسكود بأوتران عد مق عابا ما تشرتو ساغنا وحوي مكان قول حصر لابو دارن عقل اخساري وستي لبات يقول هو اسكوت بوتنا وعدد قبيل كتري عدد دلك ايمان كرم ماها انا قد دان صوب بحل هانا اما ما تبحل هانا لما هو اخر لينا ايوه مغمان كو حكم لها اين خائمين قنيين وحمرك عاد شعر وحوي ان هذا هو الأغلب سوى إسحيان قال له وحلي هذا هاي عبد حاشي هصوه مقعابه قال له وحلي هذا هاي مهد هصوه مقعابه أبا خضر بعد أقول دوين بعد دوين قال له وحي عن سينيسا ويدوين إنه عدك السيان ننكا فرماتشو يدوك تين على ود وقبا تي محمد سيادي كويد هاي أيوة قبا عبد حاشي يقول زوحي قبا نكاس هل الهدو اسكدا سومان لاني سومان لاني مولكو هيا لباطو خطر قليني أيوة ونكا يكسور تلقى الشيء إنو عيدما ورصدو وبضاها سومان لدا ووضنا شي شيء قعدتو قليه أفرد دكو ساحي ونكا يكسور تلقى الشيء يريتيري يقولوك هاي سطا جبوتو لو سومان لدا إنه كقاعد أنا قبنتي ولا صفتي، وتقولك هاسيلا صفنتي، راح قبيل لي مشر، ويحولنا وامش عودت يعني نقدر نقول متلعنين يعني لقوم ربما، لكن قف كله ورك إسك إنك إنك سوامو عن سومالنا تاجر سنة عندنا وان كسور شيء ده الحين لحسوقه وحلا يهلو، يمد تاجر يكي إن حسوق يه إنك مانت عبد يوسف شالي تلاها حوق على وصوص ماي. وتنين كاس ما كان يدقوا ورا ما وحوي وحوا هانشري لا مدايو هاي سنشري دوبيلوها شاور بوكا مرجع ساب وقال يقول وده ياشي محمد سعد بعدين مركو سياد كي يا بس سوني كان القبيل ويا هاي أيوس سود العسو إلى وسير كحجة مو جالسي ما أنت أنا إنهم هانشبيني وحوي لما وحبوك هاي يو اس يو
dee u suurtay gelisay inuu haddana maanta inankii ugu adeerka ahaa maxamed siyaad barreenti inta cod siiyaan fiila soomaaliya geliyaan uu isagii ka dhigto la taliye. Taasi waa suurta gashay. Haddii kale wuxuu ku bakti lahaa Burtinle ayuu ku bakti lahaa inuu xamar joogo maahan, xaaraan bay ka ahayn. Iyada inagoo ilowna godobteyni oo isaga in badan oo caynkaasa oo gamcaha dhiigga ku lahaa, dhiiggeena gamca caruurteena dhiig ku leh ayaa adduunka iyo xamar meelaha daadaashoonaya. Ninkaas waa hadalkiisii. Tagal waxa weeye in ka hadlo, in ka hadlo ninkan la magacaabay Yuusuf Garaad. Hadda waa inagu foolxumo. Mar horena wuxuu magacaabay farmaajo inaan u adeer yahay in maayaryahan ila belen. Maanta Yuusuf Garaad. Hadda dhulkan la sheeganaya waa badcas watiina. waxa weeye inaa golayaasha guurtida iyo baarlamaanka soo saaraan oo ay ka hadlaan arrimahan laynagu socdo dusheyna, laynagu dulshaxayo, inay ka hadlaan gobolada waqooyi. Waxay ugu yeedhiyaan in wax gobolada waqooyi aanay jirin, dadkaasi dad ina matalaan aan ahayn. Wayna ka hadashaa badda cas inaynagu leenahay oo inanka ila caabi waa ku dhashay, ree caabi waaqi inaanu baddayna aanu u sameyn karin magaranaysa wakiil. waxa weeye inuu cabdi Yuusuf nooshan jago in maanta adduunka la maqashiyo xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeday baa la isku haystaa. Innagii baa hadda aamusan, markaa aamuskaagu waxa weeye in aamusaan baa lagu meheriyaa baa layidhi, in waxaas wax ka jiraan baa la moodiya. Marka waxaan leenahay dowladda golayaasha, arintan waa in laga hadlaa, adduunka loo qoraa, ayaa cad la soo saaraa inaanay dadkaa jooga xamar sidaa uu ugu soo shaqo doontay magaansa farmaajaba kuu shidad sita uu madaxweyne ku noqday, ayay iyaguna u tageen inaa boosaska loo bixiyo dir waqooyi inay ku soo shaqaysaan ku noolaadaan. Laakiin waxa alaay waxay dad matalaan inaanay jirin, ayna jirin. Waxaan leenahayna dadkan Facebook-ga qabiil ka dhexeyna war nina waa nin maxamed siyaad bara la socdo oo leh magalan saayay hala doorto waa fayan u noqday. Nina waa nin leh, waa ninkaasi waa kharaabe, waa cadowgeyni, waa cadowgeyni. Oo waa ninka maxamed siyaad bara waxaanu 15 sano ku gaadhay buu 3 sanad gudaheed ku gaadhay oo intuu rag laayay cidla ku dilay, cidla ku aasay, raggii soo halgamay USA cabdiqaydi xaaskiisii masquul ku jabiyey aan laga daba hadlin baydhaba tage 15 ku dilay. Maantana ciidamo u samaystay Eritrea ku soo tababartay ee doonaya aqligiisa inuu dadkii cunay maxamed siyaad barre ee ilaa Nigeria eryaday inuu xoo yaroo reerkoodu geeyay magaalada saayay Eritrea inuu ku caabiriyo ku qabsado. waxaan leenahay dadka reer banaadir meel kaloo ninkaas xukumaa ma jiro iyo kooxdiisu. horaadii ku sheegay baydhabo ma xukumo, ismaayo ma xukumo, balaweyne ma xukumo, garowo ma xukumo, idinku idi xukumaa lacagtiinu ku tiqanaysa magaca siisteen ayuu maanta idku haystaa oo adduunka lacag kaa qaata federaal Soomaali war Soomaali xagga Soomaali jirta federaal Soomaali idinku bay xukumayaa ka gilgisha ka gilgisha ne doorasho uma jeedo taariikhan haddii uu adeerkii ayuu ninkani uu doonayaa inuu xoog haysto, xoogna ku haysan maaye kii oo kabna laalaad inay kabna ka saara ayaad leeyahay daleena. Marka waxaan leeyahay Cabdi Yuusufna godobtiyada ku xaqxarado meel waa nooc calaamadsan taadiya qeyrkaaba laa waxaan ka sid dadsan iyo sid dowr xadaan ku soo qaban oo kelimadaha aad leedahay maxkamad kuu keenay iyo xorid geysatayba yaa sagmanihiin deelahira. Magaalada waxa weeye baasha way ka tagtay, imanka diblomaasiyadu way ka tagtay, si qaawan baa loo wada hadlaya, si qaawan yaa loo wada hadlaya. Fiila Soomaaliya maad gasheen maanta xamar waxaadna dilay. waxa weeye waa raggaa maanta inankeena boorsay sita 21 cusho la joogay intay isku xumeynayeen doorteen iyadii waa madaxweyne federaal ah iyagu federaal galay idinku idi xukumaayo iyagu idi xukuma neebalaad xayo xukuma maanu xukuma laargeysu xukuma
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahe run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxad mar hore igu sheegi weeyday fikir PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareeyneysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC